ونبقى في ليبيا، حيث وصلت دولة الإمارات تسييرها جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال، وذلك تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وبلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر وحتى اليوم 37 طائرة حملت على متنها 815 طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثرا من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.